مساء الخير معكم مهند السمرائي من قناه ديزاين تيوب موضوعنا اليوم راح يكون على برنامج الادوبي افتر افكت اليوم راح نحاول نشتغل ما يسمى بتساقط اوراق الخريف هذا الموضوع اكيد كثير من الناس يبغوا من فترة بعيدة بصراحة من عندي وايضا بالفترة الحالية كثير من الاشخاص انه كان سألوني على كيف ممكن نشتغل هذا الموضوع اللي راح نشتغله اليوم اكيد هو بالضبط اللي شفته في بداية الفيديو وعدة اسباب بصراحة تخليني اشتغل هذا الدرس مو لان انه نتعلم كيف نسوي هذا التكنيك انه كيف الاوراق تتحرك او تتساقط لكن الفكرة بصراحة أبعد أنه ممكن نعطيك أن فكرة شوية على بعض الأدوات اللي داخل الأدوبي أفتر إفكت إذا شوية حاولت تركز فيها راح يكون عندك إمكانية أنه تشتغل أشياء أكثر جمالية أو حتى يكون عندك سهولة لما تتعامل مع برنامج الأفتر إفكت أيضا راح نأخذ فكرة على الإفكت المهم جدا اللي هو البارتيكولار وأيضا نفس الوقت راح يكون عندك إمكانية أنه يعني تصنع أي شيء مو إلا أوراق خريف ممكن تصنع يعني تغير أي إيميج أي صور عندك بدل الأوراق ممكن تخلي ستارز نجوم أو حتى تخلي قلوب أو يعني أي شيء أنت تحب يكون موجود أو حتى مربعات مثلثات يعني كثير من الفيديوهات إلها هذا التأثير أو يعني خاصة بالنسبة للكليبات والأغاني اللي تكون صوت ويحطون إلها تأثيرات معينة يستخدمون هذا التكنيك بصراحة هو سهل جداً لكن يعني ان شاء الله اليوم راح يكون عندك اكو فكره عليها وراح ايضا راح يكون عندك امكانيه انه تشتغل اي شيء انت تشوفه مناسب الك وتخليه من ضمن التاثيرات اللي تكون على بعض الاوديو اللي تشتغله او الصوت او اي شيء. اوكي حتى نبدا اكيد نحتاج نفتح برنامج الادوبي افتر افكت. نروح ونسوي نيو كومبوزيشن ونسمي الكومبوزيشن راح اسمي اوتم ليفز يعني اوراق الخريف بالعاده انا اختار اللي هي اتش الف وثمانين بس حتى احصل 1920 وتسعمية وعشرين في الف وثمانين نصيحة اذا كان عندك الكمبيوتر مواصفاته اقل ممكن تختار الفريم او الرزولوشن او الحجم اللي انت تشوفه مناسب لك ممكن تختار اي فريم تشوفه مناسب يعني الف وثمانين في سبعمية وعشرين او ما اعرف يعني اي شيء تشوفه مناسب انا مختار الدايريشن او المدة العمل هي 11 عشر ثانية واضغط اوكي أه هسه احنا اذا نرجع هنا البروجكت فاكيد هذا الكومبوزيشن الخاص بينا أه حتى نشتغل اكيد راح يكون عندنا بجراوندد بجراوندد انا بالطبيعي راح اخلي يعني الصوره أه لكن أه هسه اذا اخلي الصوره ما راح يبين الاجزاء او الاشياء اللي راح نشتغلها فراح احاول أه انه اشتغل سوليد وهذا السوليد نسوي بجراوند أه من لاير نختار نيو سوليد او ممكن تختار اكيد انت الكنترول زاد الواي او نسمي الصولد مالتنا أه راح اسميه بيجي يعني بكراوند واضغط اوكي واروح على الافكت خانة الافكت واضغط كليك يمين او اروح على الافكت منا بكيفك اي شيء يعجبك واروح على جنريت هاي من جنريت اختار اللي هي جريدينت رامب وانا اشتغلتها بكثير من يعني أه الدروس وايضا الاسود هنا عندي راح اغيره الى هذا اللون ممكن اختار القطارة واضغط هنا او اي لون يعجبك ممكن شوي اقلله وهنا الابيض راح أسوي تقريبا يعني شوي غامق اكثر اوكي هسه ممكن اصغر مساحة بالماوس انا اكيد بدي اصغر لكن انت ممكن تصغر منها اي حجم تريد 50 100 200 وايضا اكو اختصارات يعني بصراحه الها وانا بصراحه استخدم الاختصارات لكن احب اعلمك كيف عندي فعندي هنا سنتر ممكن اخليها هنا والسنتر الخاصه باللون التحت اللي هو اسود او جوزي ما اعرف شو ممكن اتركها هنا يعني بس شكل ارجع واختار اللي هي الفت وهسه اروح اغلق هاي ما احتاجها بعد واروح اسوي نيو سوليد ممكن تضغط كليك يمين وممكن كنترول واي مثل ما تعلمنا وهنا راح اسمي اللي هو بارتيكولار ليفز وبعدها اسوي ميك كومبوزيشن سايز حتى يكون على طول هو اوريدي راح يكون بصراحه لكن مرات حاول يعني اذا كان مختلف عندك فحاول تضغطها حتى يجي ضبط طيب هسه هذا اكيد ما دام سمينا بارتكلر وانا مأشر الافكت انتبه خانة الافكت هاي وخانة البروجكت هاي فاذا انت على خانة الافكت اكيد وانت مأشر الصوليد اللي اشتغلته ممكن نغير لونه قبل لحظة اي لون هذا اللون اضغط كليك يمين لان انا خانة الافكت او من افكت بكيفك واروح على اللي هو البارتيكولر اكيد راح تلاقي من ضمن التراب كود ايفكت اللي هو هذا بارتيكولر هسه اكيد ما دا تشوفه ما باين لان انت عندك الجايد في بدايه التايم لاين اذا مشيتها بدك تشوف هذا البارتيكولر هسه نحتاج نشتغل شوي على البارتيكولر قبل هسه اذا بدك تنتبه هنا هاي كل كل التفاصيل الخاصه بالبارتيكولر آه راح نشتغل على الايميتر والبارتيكولر وممكن راح نشتغل على آه الفالستي آه هسه نشوف آه طيب آه فاول شيء راح اسويه ادخل على الايميتر هنا ومن اميتر بدي اشوف عندك هنا بوينت ما دام موجوده بوينت اكيد الواي الاكس والواي والزت تكون مخفيه وانا يهمني جدا يكون آه باينه الاكس واي زت ليش لان اذا بدي هنا عندك البارتيكولر عباره عن نقطه مرتكز او المرتكز او المركز وده تظهر منها التاثير هذا الخاص بالنقاط او ما اعرف نسميها فانا احب اذا احب اوسعها واكبرها واخليها منتشره اكيد لازم تظهر الاكس واي زد اللي هو الارتفاع والعرض والطول وما اعرف هاي الاشياء فحتى نظهرها اكيد بدل بوينت بس سويها بوكس راح رأساً تبين عندك هسا إذا بينت عندك دشوفها هي خمسين خمسين حتى تنطيك هذا الحجم والمستوى إذا هاي الخمسين إنت سويتها أي رقم ثاني مثلاً نقول ألف وسبعمية أعرف ليش أحب أنا أصبع طعش وثلاث وهاي الأشياء وهاي ألف وسبعمية وهاي ألف وسبعمية هسا دنشوف نشوف انتشرت عندك صارت مثل النجوم بالضبط هسا إذا نجي هنا تشوف عبارة عن أه مثل الحشرات لما تصير على اللايت بصراحه لكن خلينا نتكلم انه مثل الستارز او النجوم أه طيب هسه أه اللي اسويه أه وانا بعدني على الاميتر هنا اذا دا تشوف أه الفيلوسيتي 100 فالفيلوسيتي اللي هو انه انه دا تشوف مثلا هاي النقطه تتحرك وتروح وتختفي تروح انه اذا تنتبه يعني كل وحده منهم تروح تنتهي فاذا الفيلوسيتي هنا سويناه زيرو اوكي راح يعني بمكانها تختفي وبمكانها تظهر لكن هنا اذا تنتبه الـ الـ عندك البدايه ما بها اي اي نقاط ليش ما بيها اي نقاط لان ال الكميه مو مناسبه يعني قليله فهذا ممكن ان نعالجه فهسه اذا غلقنا الايميتر هنا ورحنا على البارتيكولر قبل لا نغير ده شوف اللايف سكند هنا بس حتى هاي اذا تشوف انه اريد انه يكون من احرك يعني عدد مناسب من الـ 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 النقاط هاي فبدل انه اللايف سكند ثلاثة ممكن اسويها 11 اوكي هسه زاد وراح تبقى تشوف بكثافه اكثر هسا اذا تشوف هنا مثل ما تكلمنا بالبدايه انه ماكو البدايه ما بيها عدد كافي كيف اعالج هذا الموضوع؟ اجي القايد على البدايه او ممكن تضغط الهوم من الكيبورد اذا فرضا هسا إن عندك القايد بس تضغط الهوم من الكيبورد راح يرجع للبدايه والإند من الكيبورد راح يروح للنهايه اكيد وانت عليه بالبدايه تروح على آه نرجع على الايميتر بصراحه نفتح الايميتر اذا تشوف هنا عندك البارتيكولار سكند موجود مية قبلها قبل لا تغير اي رقم اكيد لازم تسوي كي فريم اللي هي هاي الواتش ستوب تضغط عليها راح يصير كي فريم اذا ما تشوف الكي فريم تحت اكيد تضغط اليوم من الكيبورد راح يبين عندك البارتيكولار والكي فريم هسه اذا تشوف هاي النقطه صارت هنا لكن بعدها هي مية بدل مية راح نسويها ألف ثلاث نقاط اوكي okay. هسه هاي النقطة الأولى فأجي أحركه كي فريم واحد حتى أحركه كي فريم واحد من الكيبورد أيضا البيج داون اللي تكون هي يعني كلوز أو يعني قريبة أو بصف الهوم ضغطة واحدة راح يتحرك عندك إذا تدي تسوي زوم أكيد تضغط الزائد من الكيبورد أو البلاس أوكي هسه الكي فريم هذا واحد تشوفه هسه اذا ارجع اللي هو البيج اب ارجع للبدايه والبيج داون تحركني حركه واحده هسه بالبيج اب او بالبيج اب بالنقطه بالكي فريم الاول هذا بدل اذا تشوف ماكو اي شيء اروح بس اكتب هنا بدل 1700 اسويها زيرو واضغط ضغطه واحده هنا هسه راح يصير عندي المسافه من ال 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 الكي فريم الاول للثاني هي عبارة عن 1700 نقطة في هاي المنطقة اللي هي منطقة الزيرو هسا أنا يهمني يكون منطقة الزيرو هاي الصفر هذا أو الكي فريم هو البداية وهذا الأول واحد يكون خارج الموضوع كيف أسوي مجرد ألغي بالماوس بحيث أي شيء من الصفر يبدأ الصولد مالتنا وينتهي أيضا أنت ممكن تصغر من السالب تصغر الزوم ام وزغرة كثير واجي اسحبه او اضغط ضغط عليه وادفعه تشوف حتى تصير اول نقطة هنا الكي فريم الاول اللي هو الزيرو تبقى النقاط واقفة للنهاية اذا هسه اجي اسوي ناقص من الكيبورد ماينوس يعني واروح بالبيج داون البيج داون العفو الاند للنهايه دا تشوف انه اكيد هسه اذا اسوي زوم اكيد هنا عندك هاي المنطقه يعني بقت فارغه فانت ممكن ترجعها هذا الجايد تمشيه اوكي وانت عليه اللي هو الخاص بالاريا اه يعني حددت الاريا من النقطه هاي ممكن تضغط كليك يمين فوقه وتسوي تايم كومبوزيشن تو ورك اريا هسه اذا تجي هنا اذا تشوف انت قصيت التايم لاين مالتك او الاريا على قد اللي انت ريدته فحتى من السيف وتسوي اكسبورت راح بس تظهر لك هاي المساحه اوكي هسه اذا تشوف من البدايه للنهايه عباره عن نقاط او بارتيكولر منتشر ومتوقف بدون حركه وهو هذا اللي أريد انا بدرس اليوم بصراحه ممكن اكو تكنيك ثاني يكون اكو حركه ومجرد تضيف الصور ويمشي الحال لكن أنا أريد لأن أدخل كاميرا وأشتغل لايت فأحتاج أشتغل هذا الشيء يعني شوية بإمكانية أعلى طيب هسة اللي أسويه أحتاج هاي النقاط اللي تشوفها تتحول إلى أوراق شجر كيف أحولها إلى أوراق شجر طبعا أغلق هنا وأروح على البروجكت ومن البروجكت هنا يحتاج استدعي الصور اللي انا راح اخليها فانا محضر اوراق اكيد انه صور وراح اترك ملف في الفوتوشوب وايضا الصور كلها تحت الفيديو ان شاء الله فاللي أسوي اضغط ضغطتين هنا وده تشوف من رقم واحد الى رقم خمسة أشرهن فاضغط على اول وحدة واضغط الشفت من الكيبورد واضغط على اخر وحدة راح يتأشرن كلهن واكيد بي ان جي ده تشوف هنا بي ان جي واسويهن امبورت هسا كلهن صارن داخل البروجكت قبل لا اشر اي وحده وهن على وضعهن مؤشرات اكيد انزلهن تحت على الفولدر هذا دا واضغط ضغطه واحده راح يصيرن داخل الفولدر هسا مجرد اسمي الفولدر مالتي اسمي ايميجز وضغطة واحدة راح يكون هذا هسه اذا تفتح الفولدر راح تلاقي كل الايميج هسه اللي اسويه وانا ارجع اشرهن من اول وحده واضغط الشفت واختار اخر وحده وأنزلهن وين على هذا الكومبوزيشن اذا دتشوفه راح يفتح عندك هاي القائمه اللي هي الخاصه بالكومبوزيشن مالتنا اذا دتشوف هنا سنجل كومبوزيشن اكيد ضروري يكون ماشر هذا والخيار الثاني اللي هو sequence لايرز ضروري تكون مؤشره وهنا اكيد ضروري يكون عندك رقم واحد رقم واحد حتى يسويها منفردة اوكي فاضغط اوكي هسة اذا دا تشوف سوالي كومبوزيشن من الخمس صور اللي انا مشتغلهن اذا كانت عشرين صورة ثلاثين اربعين اكيد راح يسويهن متسلسلات والمسافة بين وحدة ووحدة هاي المسافة راح تكون فانت تصنع مدة الكومبوزيشن حسب المده او حسب عدد الصور او الايمج اكيد هاي الايمج مثل ما قلنا بدل انا هنا اوراق خريف انت ممكن تغيرها باي شيء ثاني وراح يكون نفس النتيجه عندك بالنهايه طيب يحتاج شويه السايز والحجم الخاص بالكمبوزيشن اتلاعب فيه فانا مأشر هنا الكومبوزيشن طبعا انت اذا تشوفه مأشر اروح على كومبوزيشن وكمبوزيشن سيتنج اذا تشوف هنا عندك طبعا حتى ممكن تسميه وهسا راح نسميه إذا اذا تشوف عندك الويت اللي هو الف والهاي اللي هو 800 الاحسن تسوي 150 في 150 ليش لان الادوبي افتر افكت يتعامل مع الحجم الصغير اكيد بسهوله اكثر ما يحب انه تنطي احجام كبيره ايضا هنا اذا تشوف عندك عباره عن 5 ثواني مو مهم الدايريشن لان احنا مجرد راح نسويهن داخل كومبوزيشن ما راح نحتاج الكومبوزيشن يكون مدته طويله بس الكومبوزيشن راح اسميه راح اسميه ليف كون يعني ليف كومبوزيشن واضغط اوكي okay. هسه اذا نجي هنا تشوف حجم ال 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 الايمج الخاصه بالكومبوزيشن مالتنا اكبر اكيد اكبر كثير من الحجم اللي احنا سويناه، فشنو اللي سوي وانت ماشرهن بعدك تضغط لك يمين فوقاهن وتروح على ترانسفورم هاي وتروح على فيت كومبوزيشن هسه راح يصغرن كل الاوراق بحيث تصير اذا هنا تمشي هسه تحول هنا تشوف اي اي وحده منهن راح تصير على قد الكومبوزيشن وتتوسط الكومبوزيشن ايضا انت ممكن ترفعة وتنزلها وتظهر خارج الفولدر الخاص بالايمج احسن يكون برا وايضا انت ممكن من تايب هنا او من السايز من تايب تضغط ضغطه واحده راح يترتبن الليف اول وحده طيب فاللي نسويه هسه نروح نرجع على الكومبوزيشن الرئيسي مالتنا تشوف ممكن هاي اغلقها والليف و... و... اللي هو اللي هسه اشتغلناه اخر شيء النزلة تحت هسه اذا شوي اسوي زوم حتى اذا خفيتها خفيت العين حتى ما يكون ماكو اي مشكله ليش؟ لان هسه احنا راح نشتغل على البارتيكولر والبارتيكولر اوريدي يفهم انه الكومبوزيشن موجود ضمن خانه البروجكت هنا فاللي نسويه نرجع على الافكت مالتنا ونأشر البارتيكولر هذا نفتح البارتيكولر هنا اذا تشوف هنا عندك البارتيكولر تايب انه هو مك... سفير uh, بدل سفير تروح تسويها سبريد اكيد هسه ما تشوف اي شيء اختفى uh, كل uh, النقاط او البارتيكولر uh, سهل جدا اذا تشوف عندك هنا تكستشر بس تضغط على السهم اكيد uh, تشوف اللاير موجود ناون لهذا uh, ما موجود اي شيء هنا اذا الناون هذا تروح وتغيره الى لاير Composition اللي هو الاوراق اللي خليناها ضمن هذا الكومبوزيشن اذا تتذكر تحت هذا فمجرد ان نوجه البارتيكولر الى هذا الكومبوزيشن اللي احنا اشتغلناه قبل شويه راح تبين عندك الاوراق لكن اكيد حجمها صغير ممكن انت هنا عندك السايز تكبرها بحيث يكون الحجم اللي انت تشوفه مناسب حسب طبعا الريزوليوشن اللي اخترتها للكومبوزيشن بالبدايه ممكن يعني تسوي مناسب ايضا انت تشوف عندك التايم سيمولنج هنا موجود كرنت تايم اضغط ضغطه وايضا غيره الى اللي هو الراندوم ستايل فريم ضغطه واحده حتى حتى تخلي البارتيكولر يفهم كل الانواع البكتشر او الايمج اللي انت خليتها بالكومبوزيشن هذا حتى يكون فاهمها ما ياخذها على حده يعني هسه اذا كان هنا تشوف بالبارتيكولر اذا كان اللي هو فقط كورنت تايم هنا راح يكون فاهم بس وين موجود اللاين هذا على اي ايمج هنا وين موجود على اي ايمج راح يكون فاهمها انما الايمج اللي بعدها ما راح يكون فاهمها لهذا احنا هنا نغير بالنسبه اكيد ناشر البارتيكولر نسوي الكورنت تايم الى هو راندوم ستايل فريم حتى يظهر كل الاوراق طيب هسه ممكن انتهينا من البارتيكولر ما عندنا شيء هسه بيه حتى نشتغل شوي اكثر اكيد نروح نفتح اللي هو الفيزيك ضغطه واحده عليه تشوف عندك هنا الاير ضغطة واحدة وهنا شوف عندك الويند اكس والواي والزات اه كل اللي يهمنا انه اه نغير الاكس اه بدل زيرو راح نسوي سبعة وسبعين مثلا حتى يصنع لك هاي الحركة انه تشوف راح يصير اه الاوراق تتحرك طبعا انت اكيد ما حاجه انه تسوي كي ليش لان بالنسبه لل... لل... للويند الخاص هنا بالاكس والواي انه هو يفعل الحركه بدون ما تسوي اي كي طيب ايضا انت ممكن تخلي شويه يكون اكو دوران او حركه بالنسبه للاوراق انه ما تكون بنفس ال... يعني انه جامده وتتحرك فعندك اللي هنا السبين هنا ممكن تسويها وخمسين راح يكون اكو اختلاف بالنسبه لحركه الاوراق أه ايضا احنا ممكن هنا أه الـ الـ هنا نفتح الترابلنس فيلد وايضا عندنا الايفكت بوزيشن هنا ممكن نسوي 50 أه او 55 أه اللي يسوي انه البوزيشن انه تكون اكو تغيير بالشكل او بالحجم او بالحركه ايضا يعني انت تخليها اكثر واقعيه يعني تقريبا كملنا من Air هنا او الفيزيك ممكن نرجع شوي على الـ Particular اذا تشوف هنا ممكن نسوي روتيشن للاوراق ايضا هاي كيف نسوي الروتيشن اكيد هنا عندك هاي الروتيشن تفتح السهم الخاص بها اذا تشوف هنا عندك راندوم روتيشن اللي هو يعني العشوائي انه الدوران العشوائي ما تحدد وحده بالاخص أو, او حركه معينه تسويها مخصصه لا انه تخلي الحركه الدوران عشوائيه وهذا مهم جدا حتى تنطي واقعيه اكثر للموضوع فبالنسبه هنا ممكن نسوي طبعا ممكن نحرك احنا ونشوف تقريبا يعني 41 مناسب اذا حركت هسه تشوف يعني تقريبا تصور الحركة من أنا ممكن شوية زيدها أكثر وستينات خلي تكون ستة وخمسين مه. يعني أشوفها مناسبة أكثر أو والله خليها أسويها ستين أوكي ستين تقريبا أه طيب أه حتى أيضا اسوي الحركه بعد اكثر هنا دا انه خلينا نخلي اختلاف بالسرعه فحتى تسوي هذا الشيء ايضا وانت على روتيشن هنا آه عندك هنا الروتيشن سبيد الزات هنا ممكن نسوي بوينت تو وايضا آه الراندوم سبيد ايضا خلي يكون بوينت تو يعني تنطي واقعية أكثر أضغط أرجع للبداية تشوف أنه صور الحركة مناسبة لحد هسه آه يعني شي حلو آه طيب هسه يعني تقريبا بس ممكن شوية أغير بال بالريح بال... ال... 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 يعني الدفع الخاص بالويند بال... آه آه ممكن أرجع على شوية لتشوف أو... الاير احنا هنا اشتغلناها آه اللي هي الاكس سبعة أه, وسبعين ممكن أسويها مية وحدة أوكي حتى شوية تصير أقوى أه, إنو إنه حركتهن بها دفع شوي أكبر أه, أرجع أغلق أغلق هسه بس يبقى شي واحد هسه اذا نتحرك هنا دا تشوف اذا دا تشوف هنا عندك فراغ ما موجود اوراق ما تعبي هاي المنطقة كيف نعالج الموضوع أه, نرجع على الاميتر هنا ومن الاميتر اكيد دا تشوف الاميتر سايز اكس إذا هسه هذا 1700 نحاول بس نزيد الرقم بس قبل لا نزيد الرقم خلينا نضغط الاند من الكيبورد ليش؟ لأن بالاند تختلف المساحة تكون أكبر فأحسن أنت تاخذ أبعد نقطة أو أكبر مساحة حتى لما تغطي هاي المساحة بالأوراق يكون ما عندك أي مشكلة لما تكون على البداية أو على النهاية فنوديها للنهاية نضغط الاند أو ممكن تحركها بالماوس هذا الشيء يعتمد عليه وده تشوف هنا الاكس بدل 1700 كانت هي نزيد الرقم لحد ما نعبي الاوراق بكل البيج راوند طبعا اكيد الرقم ايضا يعتمد على المساحه اللي انت مختارها ريزوليوشن او الحجم اذا كان اصغر راح يكون ممكن اقل بكثير فانت مجرد يعني اقتنع بالاوراق اللي تعبي الفيو او الفيديو أه راح اخليها يعني تقريبا انا 4700 راح اكتب 4700 كتابة اصلا اوكي تقريبا هسه اذا اجي للبدايه بتشوف بداية نهاية راح يكون ما عندي أي مشكلة راح تكون الأوراق يعني تتحرك وهي موجودة على طول اللاين أو على طول مدة الفيديو أو العمل ايضا قبل أه لا نخلص من البارتيكولار اذا تشوف هنا الورد transform اذا تفتحها هنا أه عندك أه اللي هو الروتيشن الاكس والواي z ايضا الروتيشن انه الحركه ترانسفور التغيير أه بالنسبه للحركه ايضا احنا ممكن نسوي لها كي فريم ممكن نجي على البدايه باللاين ونضغط كي فريم ونضغط الاند من الكيبورد حتى نروح على النهاية وهنا تقريبا نمشي بحيث هاي الحركة تشوفها انه الاوراق عبارة يعني تنزل من فوق اكو اوراق تنزل وعلى شكل دوران تلتف فانت ممكن تحدد ايش قد انت تشوفه مناسب ممكن يعني ثلاثين توقع ثلاثين مناسب هسه اذا تجي تشوف صارت الحركة شوي أكثر منطقية أنا بصراحة بس السايز الحجم حاب شوية أكبره آه الخاص بالأوراق فممكن أرجع على البارتيكولر هنا وهنا السايز خمسة وأربعين راح أسوي يعني ثمانين اثمانين اتوقع شي حلو اها طيب هسة تقريبا خلصنا من البارتيكولر ممكن نغلق هنا ونغلق الورد ترانسفورم آه. بعدها هسة يحتاج نشتغل لايت طبعا اكيد انت ممكن يعني حاليا انت ممكن تكون مقتنع بهاي الموضوع ما يحتاج تشتغل اي شيء ثاني هذا يعتمد عليك لكن اذا تحب تكمل وياي فاكيد انا راح اضيف اشياء بس حتى انطي فكره اكبر او نخلي العمل اكثر بروفيشنال بالنسبه لهذا الموضوع لكن الحد هنا انت ممكن يكون ما عندك اي شيء ثاني ممكن اللي شفته او اللي افتهمته الطبقة على اي شيء ثاني ويكون عندك الموضوع يعني لحد هاي اللحظه هو منتهي فالباقي يعتمد عليك اذا تحب تتابع تكمل تاخذ فكره اكبر كيف تسوي عمل بروفيشنال انا راح اضيف لايت فاروح واصنع لايت كيف اصنع لايت ايضا من اللاير واروح على نيو ونيو لايت light آه ممكن نجيبها هنا ممكن اول شيء تسمي اللايت مالتك راح اسميه لايت سبوت هنا راح اختار اللي هي السبوت انا مختار هذا اللون وراح ابقي الاعدادات نفسها واضغط اوكي هسه احنا صنعنا اللايت هسه اذا نرجع على البارتيكولر حتى نفعل اللايت على البارتيكولر اكيد اكو خاصيه من ضمن البارتيكولر هنا نرجع على الافكت اكيد اللي هي الشيدنج اذا نفتح الشيدنج هنا ده نشوف هنا عندنا الشيدنج اوف اذا سويته اون راح راسا يتفعل اللايت تشوف انت اه كل الاوراق صارت سود ليش؟ لان اللايت هسه مضوي بس بهاي المنطقة البسيطة اللي هي بالوسط. فاي ورقة من الاوراق تكون قريبة عليه او اي شكل انت كنت مستخدمه راح يكون عليه ضوء تشوف انه برايت انه اكو اضاءة بي. والاوراق البعيدة راح تكون كلها يعني خارج الاضاءة فما راح يكون اكو لايت عليها. فاللي نسويه احنا شنو؟ ممكن نصغر اللوحه او الفيو كيف تصغرها كنترول سالب من الكيبورد او ممكن تضغط الزاي الزاي زيد الواو wow قلل هسه اللايت ممكن اجيبه بهاي المنطقه واوسع حتى اخليه بعيد عن بعيد عن الاوراق فاللي اسويه اروح واظهر البوزيشن الخاص باللايت اضغط البي من الكيبورد وده تشوف عندك هنا هسه آه انه ممكن تتحكم بالحركه اول شيء راح احركه بحيث اجيبه خارج هنا ممكن بعد شوي اكثر وايضا منا ممكن اوديه للزاويه ومن هاي اخر وحده ممكن ابعده ليش اذا هسه ارجع على البارتيكلر هنا ده تشوف من الشيدنج هنا اذا ده تشوف هذا النورمال هسه هو 250 اذا تكبره فراح تنطي اضاءه على على بعد المسافه الخاص يعني اي شيء قريب من اللايت راح يكون عليه اضاءه واي شيء بعيد راح يكون دارك حتى شويه نصنع اكو اختلاف انه بالاضاءه آه طيب هسه اذا دا تشوف هنا انه ممكن انت شويه تكبر بحيث تخلي الإضاءة أكبر على يعني مساحة أكبر طبعا أكيد يختلف حسب ما أنت تشوفه مناسب هسه تشوف صار أكو اختلاف بال بالإضاءة اللي موجودة فوق الأوراق أه طيب هسا ممكن أرجع على فيت ممكن نرجع على البارتيكلر شوية وأيضًا شوية أسوي الإضاءة أعلى ده تشوف حتى إنه تشوف هاي بالخلف البعيدات يكونن بالخلف آه بالبكراوند ممكن أنت تتحكم بحيث تشوف الإضاءة اللي تشوفها مناسبة يعني بالبداية راح يصير عليه إضاءة قوية يعني ما أريد بصراحة تكون الإضاءة مختلفة كثير أو يعني يتغير الشكل أيضًا إحنا ممكن شوي نتلعب بصراحة آه هنا بالنسبة تقريبا يعني لحد ما تحصل نتيجة حلوة طيب هسه ممكن نشتغل لايت ثاني أيضا أنطي إضاءة البعض اللي يكون بعيدات أو بالخلف حتى يكون شوية الشغل يعني متناسق شوية أريد أقلل بصراحة هنا وهنا أرجع أقلل تقريبا ما أريد يصير اللون يعني أنه مو طبيعي أنه تكون أوراق الخريف شوية طبيعية فاللي راح نشتغل اه نيو لايت ايضا نفس الحاله من اه افكت لاير نيو نيو لايت واللايت هذا راح اسميه ام بي إن لان انا راح افعل اه بدل سبوت راح اختار الام بي انت اكيد راح اقبل بنفس ممكن تغير اللون طبعا اذا تريد تغير لون الاضاءه بالخلف عادي بس اضغط اوكي راح تشوف التغيير اذا تشوف صارت اكو اضاءة هسه اذا اخفي هنا اللايت تشوف هذا اللي كنت اقصده انطى اضاءة اكثر ايضا ممكن ترجع البارتيكلر هنا البارتيكلر اذا تشوف هنا ممكن تغير شوية تقلل يعني تقريبا الضوء شويه وهنا عندك اذا تشوف الام بي هنا عشرين اللي هو خاص باللايت هذا أه نرجع عليه بي اذا اقللها شوي او انطي اضاءة انت تتحكم حسب ما انت تشوفه مناسب تقريبا يعني سته وعشرين راح ابقيها أه هسه تقريبا اشتغلنا اللايت ايضا اروح واصنع كاميرا اشتغل كاميرا من ليالا اكيد نيو نيو كاميرا وراح اسميها كاميرا آه طبعا اكيد آه راح اختار اللي هي خمسة وثلاثين مليمتر واضغط اوكي ايضا آه وايضا اروح على البارتيكولر اضغط كنترول دي اكرره البارتيكولر واحد أخلي فوق واحد تحت الكاميرا بين الكاميرا هسه ممكن اغير شكل الكاميرا الى لون شوي يبين اوكي وايضا هنا عندي خلي اسوي له شكل ثاني وهذا شكل ثاني يعني انه اقصد انه حتى نشوف اوكي هسه الكاميرا بالوسط هسه هذا ممكن اسميه آه بس اضغط الانتر من الكيبورد حتى اغير اسمه آه بس اضيف حرف الان يعني نير انه قريب وهذا الثاني اضغط الانتر ايضا واسوي فار يعني F اضغط هسه ممكن اجي اتلاعب بالبارتيكولار اللي اسويه ده تشوف انت الاوراق اريد اخلي الاوراق القريبه انه تكون بها بعد اكبر او ان تنطي يعني شكل اكبر والاوراق البعيده تبقى على نفس وضعها فاللي اسوي وانا مؤشر البارتيكولر هنا اكيد أه لان احنا كررنا اروح أه طبعا ما احتاج شيرينج اروح على الفازابيلتي هنا اكيد هنا عندك الفار والنير أه الخاص بالفينش والخاص بالفيد فاللي اسويه هسه تشوف اغير الـ الـ القيمه هنا حتى انه اصل اللي بس القريبات على الكاميرا لان احنا صنعنا هنا كاميرا فاخلي القريب عن الكاميرا يكون موجود واي شيء بعيد عن الكاميرا بنسبه معينه يكون ما موجود فاللي اسويه ممكن ايضا بس اخلي انه اضغط الكابس طبعا انت من تضغط الصولو هنا راح تخلي بس اللاير باين بدون ما يكون باين اي لاير موجود بالكومبوزيشن فاضغط الصولو اكيد وهنا اجي اقلل القيمة لتشوف بحيث اخلي يعني بعضهن مو كلهن اللي احسهن انه مناسبة تقريبا يعني 1600 ممكن نسويها ألف وخمسمية شوف تقريبا هذا هسه ال 1500 هذا اللي اللي خليناها الفانش يعني التلاشي انه هي اللي تكون هاي قريبه على الكاميرا تكون باينه بهذا الشكل فايضا هنا ممكن اخلي نفس القيمه 1500 بالنسبه للفيد بحيث انه هسه اذا احرك هنا يعني بقيمة 1500 بيكسل عن الكاميرا راح يكون لها فيد ويكون موجودات بهذا الشكل هسه هاي ال 1500 إذا أرجع وأبين طبعا ألغي هنا وأرجع أبين البارتيكولر اللي تحت اللي تحت الكاميرا إذا أخليه بس هو وحده دا تشوف هسه إذا أيضا وأنا مأشرة أكيد أروح على أرجع على الفيزيبلتي هنا ودتشوف احنا هنا بالاول غيرنا 1500 فبالثاني هنا هذا اللي هو تحت اللي تحت اللي هي النير ستار اسويها 1500 والفيد اسويه 1500 ايش راح يصير عندي؟ هسه اي وحده قريبه من يعني اي شيء كان بالبارتيكلر اول هنا موجود اللي هو هذا هذا موجود ما راح يكون موجود بالثاني هذا اللي احنا سويناه حتى لما نسوي تاثير على الثاني يبين ف بس مجرد وانا ماشره اكيد تشوف انه تركت الرقم هنا 1500 وهذا بقى هو نفسه هسه اذا نروح ونأشر الكاميرا ونظهر البوزيشن الخاص بها نضغط البي وعندك الجايد بالبدايه تسوي له بوزيشن هنا هذا البوزيشن كي فريم هسه نريد نسوي آه انه نسوي زوم زوم, زوم ان فاللي وانت مأشر الكاميرا تضغط السي من الكيبورد مرة مرتين ثلاثة حتى تظهر عندك هاي العلامة اذا تشوفها هاي هاي آه اللي هي رابع وحدة هنا اذا تضغط على الكاميرا تختارها اللي هو التراك وتجي وانت مأشر اكيد النقطة اللي الكي فريم هنا وتجي تسحب لفوق بالماوس ترفع كل ما ترفع راح تسوي الزوم اين بحيث لحد ما تكون انت يعني تقريبا يعني انا اذا ارفع لحد ما احصل نقطة شوية تكون بعيدة تقريبا هذا مناسب هسا ممكن امشي الجايد لهاي النقطة تقريبا لهنا وانا على البوزيشن اضغط كلك يمين واسوي ريسيت حتى اصنع نقطة صفر يعني البداية مثل ما كان بالبداية قبل ما نصنع الزوم ان يعني. فهسا اذا امشي من هاي المسافة لهاي المسافة راح يكون انه الاوراق تجي وبعدين تكتمل وبعدين تجي وتمشي ايضا انت ممكن وانت مأشر هاي النقطة تضغط الشفت زائدا ال F9 من الكيبورد حتى بس تسوي او تضغط كليك يمين ومن الكي فريم هنا اللي هي شفت F9 ايزي ايز ان حتى تصير دخول حتى هاي النقطة ممكن تضغط عليها تسويها ايزي ايز بس ايزي ايز F9 يعني فقط حتى تسوي شوية الحركة بها سموث اكثر وايضا انت طبعا ممكن تسوي البلور هاي لكن ما راح انا اشرها هسه راح نخليها للاخير هسه تقريبا يعني صنعنا الحركه طبعا انا مأشر هنا ومأشر هنا خلي اظهرهن تشوف هسه يعني لحد هنا اتوقع شيء جميل جدا وحلو هسه كل اللي اسويه تشوف انت هنا عندنا الباك انا يعني افتح القفل عنها واروح طبعا اروح على البروجكت هنا واضغط ضغطتين واروح اجيب صورة اللي راح نشتغلها اللي هي هاي راح نختار وراح اخليها تحت اخر شي اكيد واحدة في البيك لان احنا تكلمنا انه ما راح احتاجها وهاي الصورة ممكن اتحكم شوية بيها بحيث طبعا أشير ال تولز واضغط الشفت والاولت يعني تقريبا وهسه اروح ارجع حفيت هسه اذا اجي اشوف تشوف الاوراق تتناثر و كأنه شي طبيعي وايضا هنا عندي راح تمشي تمشي وتنتهي اوكي هسه ايضا ممكن اشتغل آه شيء حلو على الموضوع آه ممكن اروح اضيف ادجستمنت لاير نيو نيو لاير وهاي الادجستمنت لاير ممكن اروح افعل عليها ايفكت الافكت هذا آه اللي هو آه الماجيك بيلت واختار اللي هو اللوت ويفتح لي هاي القائمه آه اختار اديت حتى اضيف ايفكت لل كل الشغل اللي سويناه بس يحتاج شوي وقت راح تظهر لك هاي القائمه اكيد انت يحتاج تنصب هذا الافكت اذا ما كان عندك من نفس طبعا البارتيكولر نفس الكومباني نفس الشركه تلاقيه واكيد اذا كتبت اسمه راح تلاقيه على يعني اليوتيوب ممكن تلاقي كثير ناس شارحين وحتى اظهر اللوك انزل اكو سهم تحت يكون صغير واظهره هسه كل يعني كل قائمة من هاي القوائم بها أشكال أنت ممكن تشوف الشكل اللي يناسبك أنا راح أختار أي شكل بصراحة لأن يعني إنه طول الفيديو شوي يعني ممكن أختار هذا الشكل اللي هو تقريبا أصفر مو أصفر وردي حتى أغير ألوان الورد أتوقع يعني شكل إنه حلو وبعد ما تختاره اكيد هنا عندك علامة الصح انه تسوي له ابلاي راح يتفعل على كل آه آه الشغل اللي انت اشتغلته وهذا تسوي لك يعني خاص بيك ايضا اكو شغلة مهمة ممكن اضيف نيو صوليد كليك يمين هنا نيو نيو صوليد هذا الصوليد آم ممكن نسميه آم او ما حاجة نسميه بس اضغط اوكي وانا عليه اروح على الماسك هنا واختار اللي هو الدائري لبس واضغط ضغطتين عليه راح اشوف تفعل هنا هسه من الماسك هنا اروح تشوف هنا مكتوب عندك الاد اغيرها الى سبتراك راح يكون بالعكس وايضا اضغط الاف من الكيبورد راح اظهر الفيدر الخاص بالماسك واكبر شويه الفيدر وإذا أغلقه وأفتح شوي أريد حتى هنا عندي شوية أغير يعني استوي الإطار شوية مخفي إذا أخفي هسا الماسك يعني تقريبا ممكن فيدر شوية أعلي وهذا شوية زايدة تقريبا هسا تقريبا كملنا ما بقى عندنا أي شيء إذا تريد تضيف كتابة أكيد تقدر تضيف كتابة هذا اللي اشتغلناه وهسه راح تشوفه ايضا هسه بالمرحله الاخيره انصحك تاشر الموشن بلور من القائمه الرئيسيه وتجي بالنسبه للبارتيكلر هذا اول واحد تروح تاشر الموشن بلور الخاصه به هي هاي والثاني ايضا هذا تروح تاشر الموشن بلور ليش تاشرهن بالنهايه لان بصراحه يحتاج انه هسه اذا تسوي رندر راح ياخذ وقت اكثر وحتى بشغلك وانت تسوي الموشن بلور يحتاج لما تدي تشوف عملك راح يحتاج وقت شوي اكثر فالاحسن تسويهن بالاخير ومجرد هسه تروح تسوي رندر اكيد وهذا كل اللي اشتغلناه كيف تشتغل على كيف تسوي تساقط الاوراق بالنسبه للدرس اليوم وايضا انت ممكن مثل ما فهمنا تغير اي شكل أه مو الاوراق اي شكل انت تريده وهسه مجرد تروح تسوي رندر أه اديت تو رندر طبعا 11 ثانيه أه ما يحتاج انه أه اروح على الادوبي ميديا انكودر أه اول وحده ما اتلعب بيها كل شيء تمام الثانيه أه تشوف اي في اروح اسوي كويك تايم هنا وايضا عندي صوت انا ما عندي صوت فماكو مشكله بس اسوي without صوت وهنا اضغط الفورمات اوبشن اشوفها قبل ضروري تكون H264 حتى تنطي قيمة عالية او كواليتي عالية هاي يكون اكيد مية وتضغط اوكي وبعدها تضغط هنا اوكي هنا تضغط على الاسم وتروح تختار الفولدر اللي انت تريد تسمي بالعمل انا كنت مشتغل اثنين يعني هيك حتى خلهن بالبدايه اسويها رقم ثلاثة واسوي سيف وهسه اضغط رندر اكيد راح يسوي رندر وراح يكون هذا هو شغلنا لهذا اليوم راح تقدر تشوف الفيديو هسه اللي اشتغلناه الفيديو اللي اشتغلناه يعني بدرس اليوم اتمنى يعني يكون انطيتك فكرة بعض الشيء عن بعض المواضيع اللي تخص الافتر افكت بعيدا عن ان كونه انه اشتغلنا تساقط الاوراق هذا كل شيء لهذا اليوم اذا كان عندك اي سؤال اكيد ممكن تتركه تحت الفيديو او حتى اذا كان عندك اي استفسار ممكن تراسلني على ايميل القناه تحت الفيديو ايضا وراح احاول اخلي كل الاشياء اللي اشتغلتها او يعني الصور والملف في الفوتوشوب حتى تستخدمها اذا كنت تستخدم واكيد اتمنى لكم كل الخير وكان معكم مهند السامرائي من قناه ديزاين تيوب